من هؤلاء الفضليات التقيات العفيفات الصينات الدينات، من تجرؤ أن تأتي إلى القاضي وأمام بعض الناس بعض الحضور في محضر القاضي وتطالب بحقها في الفراش؟ المرأة في مجتمع رسول الله كانت شيئاً عظيماً جداً فعلاً، شخصية حقيقية. والله اليوم لا تجد مثل هذه الشخصية في أرقى مجتمعات المسلمين، شخصية حقيقية. وين في مجتمعات المسلمين اليوم؟ ما في امرأة مسلمة فاضلة، والحمد لله معظم أخواتنا المسلمات فضليات بفضل الله تبارك وتعالى، معظمهن بطريقة ساحقة فضليات تقيات كريمات طيبات. والله لا يردنا إلا إيه؟ إلا البيتوتة والعيش السعيد والستر. لكن من هؤلاء الفضليات التقيات العفيفات الصينات الدينات، من تجرؤ أن تأتي إلى القاضي وأمام بعض الناس بعض الحضور في محضر القاضي وتطالب بحقها في الفراش؟ إيه الصحابيات فعلنا هذا، فعلنا هذا. النسائي روى عن الغميصاء أو الرميصاء أنها طالبت بهذا، وذكرت الشيء الذي ذكرته امرأة رفاعة القرظي في حديث عائشة رضوان الله عنهن جمعوات، والحديث مخرج في الصحيحين وعند أهل السنن. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: أتت زوجة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم واختلف في اسمها. طبعا هؤلاء الجماعة الشيخان وأهل السنن لم يصرحوا باسمها، الإمام مالك في روايته صرح باسمها تميمة بنت وهب، وهذا يؤكد أنها ليست الغميصاء أو الرميصاء المذكورة في حديث النسائي كما رجح الإمام العيني في عمدة القارئ. المهم، وقالت: يا رسول الله، كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي. بينونة خلاص كبرى. فبت طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير وليس معه إلا مثل هدبة الثوب. تكني عن ذاك الشيء، يعني لا يصل إليها كما في حديث الغميصاء، لا يصل إليها. الرجل ضعيف، ضعيف، عنده مشكلة في التواصل البدني، ليس معه إلا مثل هدبة الثوب. حتى تبسم النبي وخجل أبو بكر في رواية خجلا شديدا، قال: يا شوف هذه امرأة جريئة تطالب بحقها، لا تريد أن تصل إلى الخيانة، هذا حقه يا أخي. كما أنت أيها الرجل أيها الفحل عندك حق وتقول حق وأريد والتعدد والقوة وأنا، يا سلام. وهي أيضا بني آدم عندها حال، كما تجوع أنت تجوع هي، كما تعطش تعطش، كما تتعب وتسأم وتشعر بالملل هي كذلك، نفس الشيء، كيان عضوي كامل يا سيدي. لماذا لا تحاول إيه أن تنصف هذه الحقيقة أيضا؟ لأنه لا يجوز لها طبعا، بالعكس واجب عليها، وجزاها الله خيرا شرعت للنساء مثل هذا الموقف الجميل القوي الواثق الكريم أيضا والشريف. لا تريد الكفر، كفر العشير، كفر الفراش في الإسلام، كما في حديث أيضا إيه حبيبة بنت إيه بنت سهل زوجة ثابت بن قيس بن شماس: أكره الكفر في الإسلام، لا أحب أن أخون زوجي، أنا امرأة شريفة بنت شرفاء، لا أريد أن يتطرق بها الأمر إلى الخيانة، لكن أريد حقي، حقي. النبي تبسم وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لابد أن يحصل أيها الإخوة لقاء تام، هكذا نكني، لقاء تام. قبل أن يحدث اللقاء التام لا يجوز، وهذا رأي الجماهير. علمي لم يخالف في هذا إلا سعيد ابن المسيب كما حكاه ابن العربي في أحكام القرآن. قضية أخرى. على كل حال، شوف هذه المرأة المسلمة الشريفة التقية الواثقة تطالب بحقوقها. اليوم لو فعلت هذا امرأة مسلمة والله يهتكون عرضها بأبشع الأوصاف والنعود: هذه امرأة كيت وكيت وكيت وكيت، هذه امرأة عينها برحة وقوية ومش عارف ليش يا أخي، تطالب بحقها وما في حدا أنصفها، تريد من رسول الله أن ينصفها.